ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم الثلاث 17 يناير كانون الثاني 2023. لازم تعمل اشارات كتير يا ميزان، تعتبر مأخوذة في حاجة منها ما كنتش بتوقعها بشكل كبير. هتديلك كوكب الزهرة دفعة اضافية كتيرة، هتبقى جاهز من خلالها انك تبقى حتى لو منفرد في اليوم ده يا ميزان. بالنسبة ليك عاطفيا، ده ايه اخر مرة كانت بتعمل فيها محادثة مع حد من اصدقائك؟ هتخصص شوية وقت ليهم عشان تسيب وراك كل الهواتف بشكل جانبي اكتر. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا، كوكب المشتري هيرسل ليك طاقة جديدة محظوظة اكتر. هتكون ارقام حظك هي 8 18 39 12 21. المكان اللي حابين هنبقى فيه مرح اكتر وتجربة اكتر من الحاجات اللي عندنا في المكاسب المالية اللي بتعتبر متوقعة. لو ابتدينا نزهق النهاردة من زملائنا في الشغل ورئيسنا حتى، هنبتدي يكون الوقت مثالي عشان ندور مرة تانية عن وظيفة جديدة. لو كنا بنمارس رياضة بانتظام، هنتأكد من وجود مية خاصة فينا عشان نعرف نعيد استخدامها مرة تانية، ونحاول نقلل استخدام المواد البلاستيكية في اليوم ده زائد الاستخدام الواحد. بالنسبة لحركة الكواكب، هتشكل كوكب الزهرة مربع مع المشتري، هيخلينا نحس باستياء شوية في كل علاقاتنا، والترفيه اللي بيبقى عندنا ما جايبش اي نتيجة. هنتغلب شوية عن كل ده، عندنا ناحية مثالية شوية هنلاقي فيها تغير، فيها تحسن، هنروض من خلالها دوافعنا عشان نتقدم اكتر. القمر هيبقى بشكل مباشر في العقرب اللي بيعتبر عاطفي لغاية ما يدخل برج القوس اللي بيبقى بيثير حاجاتنا للمعاني اكتر وللحقيقة وللمغامرة اللي بتبقى في حياتنا. فخلينا مستعدين نبقى بشكل مباشر عشان شوية اتصالات هتبقى بتربكنا نبقى جاهزين ليها. كده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم متنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.